الثانية اللي بسويها بسوي محلبيات المانجا اللي هان اسم الله عليهم، وأي شيء فيه مانجا يحبونه ويستانسون عليه. فبسوي طبقة محلبية وفوقها طبقة مانجا، راح أحطها بهالعلب الصغيرة، وايد أسهل لهم لأن أدري وهم اسم الله عليهم الكلاصات الكبيرة يمكن ما يكملونها. فشريت هالعلب البلاستيك راح أحط فيهم المحلبية. أول شيء بجهز المحلبية، عندي 4 كواب حليب، عندي ماي ورد، هيل، نشا وسكر، المقادير بالضبط راح أكتبها لكم. أصبها بالكلاصات، بعدها أسوي المانجا. حطيت 4 كواب حليب، راح أضيف الحين النشا، راح أضيف 5 كفاش طبعا على البارد، مو شغلة جولة. 2 3 السكر راح احط ايش كثر، راح احط تقريبا 1/2 كوب حسب الرغبه، اذا انتم تحبون عاليه وايد تحطون 1/4 كوب. الحين اخلطهم على نار هاديه، تالي احط ماي الورد والهيل، بعدها ان شاء الله اسوي معاكم المانجا. المانجا هني عندي فريش وعندي نشا، وراح اضيف لها شويه سكر. يا زينكم يا زين متابعيني اللي متابعيني من زمان، الكل داش علي، كلنا جربنا دياي حوني، فاللي ما جرب دياي حوني يجربه، وايد لذيذ. الصلصة هذه التتبيلة جدا لذيذة، جربوها وعطوني رايكم. بدأت تتبل عندي المحلية، راح أضيف الحين الهيل، شوية هيل. راح أضيف ماي الورد. هذه المحلبية صبيتها بالقلاصات، راح أحطها الحين بالثلاجة. صبيتها بنص القلاص عشان النص الثاني راح يكون مانجا، أخليها بالثلاجة تجمد شوي وتبرد، تالي أصب عليها المانجا. بجدر حطيت لتر مانجا، عصير مانجا فريش، راح أحط الحين النشا، 5 كفاش نشا، و4.5 النص، اخلطهم على البارد، تأكدوا ان النشا كله دام علشان لا يصير فيه قطع شكل صغيرة، تأكدوا ان كله دام، بعدين تحطونه على النار. السكر حسب الرغبة، انا راح اضيف شوية يعني كم قرشة شكر بس. هذه المانجا قلت عندي، بخصوص اللي ما يحبون المانجا ممكن يحطون قمردين، ممكن يحطون أي شيء هم يحبونه. بيمتو هم يصير زي، راح أسكر عليها الحين وأصبها فوق المحلبية. راح أصب الحين المانجا فوق المحلبية. أحمد شو رأيك أحمد؟ حلو. حلو شكله؟ إيه. سألون عن كبلون والبطاطا، من زمان ما صورت. حلو صنع عليك، صحيح حبيبي؟ شاطر. هذا شكلها، شوفوا شلون صارت طبقتين، تحت محلبية وفوق مانجا، وايد لذيذة. بس تجمل راح أزينها وأصور لكم شكلها. الطبقة الثالثة اللي بس